صعوبات كبيره فريق البرسا في بدايه المباراه. هذا الهدف عمل بيكي احسن الحسن الوحيده لبيكي لان اليوم بيكي كان سيء من الناحيه الدفاعيه وخسر كثير من الكرات في الدفاع. واعتقد ان الضغط المتواصل على المدافعين صعب ماموريه وسط الميدان. ما شاهدناش اليوم تشافي كثير تفوق على بيبي في هذه اللقطه. تفوق على بيبي اليوم ميسي انيستا وبطبيعه الحال بيدرو قدموا مرضه طيب. وهذا هو ميسي وهذا هو قوه اللاعب هذايا. نعم. دائما في الاوقات الحرجه يخرج ويسجل الهدف وينقذ البرسا لانه في الخمس دقائق الاخيره اصبحت سيطره كليه للبرسا وهدف ليس بالسهل برجله اليوم رغم خروج الحارس ذكاء.